上位。اهلا اه خليك شد يدك لطف عليك ان شاء الله ان شاء الله ديما حي بخير خلينا نعطيك برشا عروجيه عروجيه هاي هاي وحشني اللي نايم عني سيدة يا دار الحبايب اي نعم جدشي جواب انت يا رب فضلك لينا عايش كرب يفضلكم وإن شاء الله ربي خليك نور دارك إن شاء الله وإن شاء الله بكلماتنا هكا إن شاء الله تيبا والعوين بحرك في الخير إحنا اليوم ضيافك ضيافك في دارك اليوم إحنا ضيافك أنا أنت ضيفتنا اليوم أنت ضيفتنا إحنا إحنا لو تحب تردنا تردنا قوة خرجوا من داري كل علينا خرجوا علي من داري خلي برجي ان شاء الله ديما ملمومين في الخير لاباس الحمد لله كنا ملمومين بيك معاش الكبير يتلوح الفنان الكبير يتلوح ما زلت البركه مازال مضمون حياته ان شاء الله المستقبل ان شاء الله من فمك الخير بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله هكا سي الهادي مازال البركه اي عاده ملك يا ملك غني لويش عاد افرح فينا احنا في دارك احنا في دارك احنا في دارك قيمة ثابتة عندنا في تونس برشا من الشباب ما يعرفوش يا ما الشباب قاعد يغني له في غناه باش يقلب الخبز تو كي نسمع يا بنت الفلاح ولا جابي والبيل ومية ويا دار الحبايب قل لي راح نوفين ملك يا عيني بارك الله حتى انت زاد مواكب هذه قلال نجم نقولوا مرجع فني كانوا توأم رضا القلعي والهادي قلال مع بعضهم هو لحن والهادي قلال يأدي وكانوا هذوما مجموعة تحت السور يعتبروا يعني هما من الأخرانية مجموعة تحت السور يعني هذا قلال مرجع لكن هذه لمس وفاء الفنان اللي هو الهادي قلال والنقابة متاع الفنانين المحترفين قامت بالبادرة هذه عن طريق إنسان يعني يحب البلاد ويحب الفنانين ويحب الفن يعني تبرع له بهالدار هذه اللي هو مش يكمل فيها بقية عمره لأنه برشا من التوانسة تفرجوا بلادي قلال ولو يقولوا شوف الفن شوف الفن وين يوصل مولاه هو بالعكس رأى لأنه كنا في ظروف قديمة دع عهد تكوين البلاد كلها يعني من الاستقلال لتو تو الفنانين تبارك الله كلهم اللهم صلي على النبي ورغم كاكا وقلبهم طيب طيب الفنان قلبه طيب ياسر والكلام فيه برشا لكن وقتنا مش كي نحبه نتلمه كي تبدأ حاجة عاطفية وحاجة يحسها الإنسان
في سورتو في فنان قلبه يوجعه ويعني ويتضامن معه. اللمة حلوة ومكونش تحاول اللمة بطريقة هذه ومتتحاول اللمة بطريقة أخرى. أنا ما تفرجتش البارح على البرنامج قال على مقداد وحسن أو هكا نرفز كنت فرحانة. مقداد ما هو إلا رئيس النقابة متاعنا هو اللي مثلنا. عندكم عتابة يزينا برسمك من تتيح القدر والكلام الماسد واللاسد مع أنا بالدرب نحترمه ونحبه ونحن الفن. أنا ما نحكيش على الشخص، نحكي على التوجه الكلام وتوجه الألفاظ معناتها اللي بصراحة ماهيش لايقة وماهيش حلوة. قالك على خاطر عيد تدار ألف عيد دونك ما دارت حتى عين من الفنانين إنه باش يتهاجم. وقالك أنا خسرت على غنية دينار عيد معناها كان يقول لي مقداد واللوحة في قلبه كيفاش مرة ثبتوا اللي مثلوا راجل مش راجل يزينا أنا قاسية أنا كنت المهاجم اللي هاجموني أول إنسان هاجموني في التونس بكلمة مرأة البدعة وهي كانت معناتها عندها عام وتوا من عام لتوا معناتها فقدنا الاحترام وإذا بينا تونس ترجع لنا ويرجع الاحترام وكل حاجة في بلاصتها. رانا مانيش ورا رانا مانيش لمسيس ورانا مانيش تيافان ورانا رانا أنا شمس وزيك وتونسية وحنا بعل وتونس الوطنية وهذوما كل القنوات احنا فيهم ناس مسلمين مانيش أكيد مانيش متدينين لكن مسلمين نحترموا ونقدروا وخلينا في كنف الاحترام والمحبة واللمة هذية واللمة هذية اللي لمتنا اليوم إلا متاع المحبة بس هي كفاد لامور يا دي بخاف دامور وهم دي بخاف دامور الله لا يطيحها بحد نهار آخر يطيح بيها إكس ولا إكغاك شكون باش يعملها؟ معناها مقداد قاعد يعلم في النقابيين اللي باش يجيو بعضهم انهم يتكاتفوا ويعملوا معناتها سوليداريتي ويقفوا ويكلموا ويحبوا يد في اليد ويرجعونا ميدان الفن يرجعونا محبتنا ويرجعونا تونسنا رجعونا تونسنا قلبي يوجع فيا كلنا غني والله نقول لك كي نغني دار الحبايب واللي رحلوا فيه وحشني اللي هاي معاني من سنين انت باش غنيها وهكا فرحانه ابو سيدي انا باش نكون فرحانه نكون فرحانه بالله انا اللي خليها بحد معناها بالحق كي ما بيعرفش اللي انسى شو باش يتلبوا الفنانين وفقوهم شويه رحمه ومحبه ويعملوا له دار ويمشي يكلم راسه ويمشي يسمع الكلمه الطيبه والكلمه الحلوه وديما الزياره مش كان اليوم ديما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله. باش نراهم يا دار السادة أنا جيت باش نراهم يا دار السادة حبيت باش نلقاهم ظنيت كيف العادة مبقى لي ذكراهم ما بين العينين مبقى لي ذكراهم ما بين العينين وحشني اللي غايب عني سنين يا دار الحبايب ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.